بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 17. في حنتكلم على الاسبريغيلوس سبيشيز اللي بتعمل ديزيز اسمه سبريغيلوزيس. في نهاية هذه المحاضرة حنعرف ما هي الجنرال فيتشرز للسبريغيلوس، ثم حنتكلم على الباثوجينيسيس، ثم حنتكلم على اللاب دياغنوسيس والتريتمنت. اذكر بالاتي، نحن قلنا في السيستميك فانجل انفكشن في معنى اميون كومبتنت واميون سابريشن. في الاميون كومبتنت قلنا في معنى الهيستوبلازموزس، وفي معنى الكوكسي ديو ايدومايكوزس، وفي معنى بلاستومايكوزس. بالنسبه للاميون سابريشن قلنا في معنى كانديدياسيس ومعنى سبيرجولوزس ومعنى الكريبتو كوكوزس. وذا زي ما قلنا انهم دول اوبورتونستيك، ما يعملوش ديزيز في الناس الاميون كومبتنت، ما يعملوش نو كلينيكال في الاميون كومبتنت، يعملوا في الناس اللي هم اميون كومبرمايزد بيشنتس. طيب تعالوا الان نشوف ما هي الجنرال فيتشرز للسبيريجيلوس سبيشيز. اول صفه انه تقريبا في 900 نوع من السبيريجيلوس. الموست كومن هم 3، اللي هو السبيريجيلوس فيماجاتس والسبيريجيلوس فليفس والسبيريجيلوس نيجر. دول الثلاثة اللي هم الأساسيين. الصفة الثانية إنه السبيريجيلوس وايدلي ديستريبيوتد في النيتشر، موجود في كسابروفايتس، موجود في السويل أند البلانت، موجود في الهاوس هولد داست، موجود في البيلدينج ماتيريالز، فموجود زي ما قلنا وايدلي ديستريبيوتد إن نيتشر. النقطة الثالثة والمهمة جدا إنه السبيريجيلوس ده فيلمنتس فانجس أي مولد، فبالتالي هو طبعا سبتيتد، يعني في فواصل بين الخلايا. اذا هذا فيلمنتس او مولد او هايفي وسبتيتد. الصفه الرابعه انه السبورز ار جينيريتد باي اسيكشوالي اكيد، وقلنا عليها كونيديا، ويحصل عمليه فورميشن للاريثروسبورز. هنا نقطه مهمه جدا، احنا زي ما اتفقنا انه هذه الهايفي، الهايفي موجودة اللي هي في تحت السلايد، في القاع الهايفي موجودة في حامل، الحامل اسمه الكونيدي فور. فوق الحامل في فيزيكلز، في العادة بحن يكون فيزيكل على طول السبور فوقها، لا هنا فوق الفيزيكلز في حاجة بنسميها فايلايد. الفايلايد دي شكلها زي الفلاسك، الفايلايز دي هي اللي بتحمل الكونيديا، وبالتالي بتحمل السبورز، وبالتالي يحصل ما نسميها ريليزنج اللي بنقول عليها الارثروسبورز. اذا الارثروسبورز محموله على فايلايدز اللي محمول اساسا على فيزيكال. الصفه الخامسه بالتاكيد هذا السبيريجيلوس اوبورتونستيك، بمعنى اخر ما يعملش ديزيز في الناس الاميون كومبتنت، يعمل ديزيز في الناس الاميون كومبرمايزد بيشنتس. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس. احنا زي ما قلنا في معنى 3 سبيشيز اللي هو الاسبريغيلوس فيماجاتس. هنتكلم الان على اسبريغيلوس فيماجاتس. ده بالتاكيد هيتم انهيليشن، المود اوف ترانسميشن انهيليشن اوف سبورز او الكونيديا، هيحصل انهيليشن للسبورز، وبالتالي هيعمل بالمونري سبريغيلوزس. وفي 3 فورمز للبالمونري سبريغيلوزس. اول فورم اللي هو اسبريغيلوما او يسموها فانجل بولز، وهذه ما يمكنش تعمل ديزيز الا لما يكون في بري اكزيستنج ديزيز قبلها، بمعنى انه شخص انصاب مثلا بالتي بي، ولما انصاب بالتي بي حصل عمليه تي بي كافيتي، فيجي الاسبريغيلوس اللي هو الاسبريغيلوس في ماجاتس على في التي بي كافيتي ويعمل الديزيز. بمعنى لو ما فيش اي بري اكزيستنج ديزيز مش هيعمل الاسبريغيلوما خالص. اذا عشان يحدث السبيريجيلوما اللي هي اول صوره من البلمونري سبيريجيلوزس، لابد يكون في كافيتي بشكل عام، واشهرهم طبعا هو التي بي كافيتي، وبالتالي حيحصل له جرو ان تي بي كافيتي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في السبيريجيلوس في ماجاتس حتعمل كمان الارجيك سبيريجيلوزس، وده يتم عن طريق تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الاي جي اي ميدييتد. فايش اللي حيحصل؟ انه الشخص ده هيستنشق السبور، فاول مره الفيرست اكسبوجر هيروح الاميون سيستم ويكون اي جي اي. الاي جي اي دي لما يحصل لها ريليزنج تروح تركب على الماست سيل او على البازوفيل. فلو حصل سكند اكسبوجر للسبورز دي هيحصل ما نسميها بالازماتيك اتاكس، وبالتالي نيجي نقول دي ديو تو هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 اللي هي اي جي اي ميدييتد.
ده الصوره الثانيه من البلمونري اسبرجولوزس. الصوره الثالثه وهي انفيسيف اسبرجولوزس، ودي ما يمكنش تحدث الا في الناس اللي هم يعني اميونو كومبرمايزد بيشنت، يعني حيوصل الاسبرجيلا في مقاتس الى اللنج، ومن اللنج تيشو حينتشر الى ميني اورجانز، وبالتالي نقول عليه ديسيمينيتد اسبرجولوزس، وبالتاكيد بالتاكيد هذا فيتال فيتال. ده هذه الثلاث الصور للديزيز اللي بيحصل بالسبيشيز اللي هو اسبرجيلاس في مقاتس. طيب تعالوا الان نشوف الاسبرجيلاس نيجر. الاسبرجيلاس نيجر ده بيعمل ديزيز واحد اللي هو ساينوسايتس والاوتايتس ميديا اللي بنقول عليه اوتومايكوزيس، بس اللي بيعملها اللي هو الاسبرجيلاس نيجر. السبيشيز الثالث اللي هو الاسبرجيلاس فلافس. الاسبرجيلاس فلافس ده بيعمل اللي هو التوكسين الشهير بنسميه الافلاتوكسين، وبعض الناس يقولوا هو قضيه ليس افلاتوكسين اللي هو الفا، لا نقول لهم هو افلا. ليش؟ لانه الاي اللي قدامكم الاي هي اختصار اسبرجيلاس، والفلا هي اختصار فلافس، فهي افلاتوكسين او افلاتوكسيكوزيس. فبالتالي التوكسينز ده اللي الاسبرجيلاس فلافس بيعيش على مفرز زي ما قلنا على الذرة، وبالتالي بيطلع التوكسين. فلو واحد تناول ذرة كونتامينيتد بالاسبرجيلاس فلافس حيطلع التوكسينز ده، وبالتالي حيعمل ما نسميها بالهيباتوما او الهيباتوسيلولار كارسينوما. طيب كيف نعمل دايجنوسيس للاسبرجيلوزيس؟ اول شيء الايمجينج، مهم جدا قضيه الايمجينج. طبعا الشست اكس راي لو في فانجل بول اللي هو اسبرجيلوما حتكون كاركترستيك، وزي ما انتم شايفين واضحه تماما كاركترستيك اللي هي ما نسميها بالفانجل بول. ممكن تكون ايضا واضحه بالسيتي سكان الاسبرجيلاس بول او الاسبرجيلوما. النقطة الثانية بناخذ سبيسمن عشان نشخص. بالتأكيد ناخذ السبيوتم، ناخذ البرونكيال لافاج، ناخذ البايوبسي فروم فانجل بولز، ناخذ الاير ديسشارج. عشان نعمل دايجنوستس نعمل دايركت سمير. الدايركت سمير هنا حنصبغه باللاكتوفينول كوتون بلو، او يصبغوه كمان بادر ستين، ممكن بالجيمس ستين. طبعا المين كاركترز هنا زي ما اتفقنا ان الفانجس ده سبتيتد هايفي، سبتيتد يعني في فواصل، والكاركترست والاسبرجيلاس هيد هو الكاركترستيك يعني له. وما تنسوش ان احنا قلنا انه في الهايفي سبتيتد بيطلع منها الكوريدي فور اللي هو حامل السبور، بينتهي بالفيزيكلز. الفيزيكل دي عليها طالع منها فايلايدز، الفايلايدز دي اللي شكلها شكل الفلاسك، السبور فوق الفايلايدز، فبالتالي يحصل زي ما قلنا الارثروسبورز. فدي كاركترستيك الشكل ده، وحوريكم الصورة الحقيقية. فشايفين هذه الصورة الحقيقية لقضية الاسبرجيلاس. النقطة الثانية كمان ممكن لو عملنا تيشو بايبسي ونصبغه بالهيماتوكسيلين ايوزين ستين، حنشوف كاركترستيك اللي يسموه في شيبد وبيكون باكيوت انجل اللي هي 45 درجة. النقطة الثالثة في الدياجنوسيس نعمل كالتيفيشن. بالتأكيد هنا حنزرع على السابرودكستروز اجار، ممكن نزرع على البوتيتو دكستروز اجار، ممكن نزرع على النترنت اجار، على البلد اجار، وهنا الرابيد جروور في فيو دايز يحصل له جروث. نعمل كلونال مورفولوجي، يعني نستطيع ان احنا من الشكل الكولوني اللي حتنمو. احنا اتفقنا ان احنا دائما في الفطر نروح نشوف السيرفس ونشوف الريفرس، نشوف الوجه الطبق ونشوف تحت الطبق. الغالب طبعا في السيرفس حيكون في معنى يلو وبلاك وبلو جرين، لكن بالنسبه للريفرس في الفاريشن كثير اكوردنج للسبيشيز وانذر بالنسبه في ميني كلرز بالنسبه للريفرس. تعالوا نشوف احنا السيرفس. لو طلع السيرفس بالشكل ده بلو جرين بيجمنتيشن، وكمان يعني عملنا انكوبيشن عند 45 درجه مئويه، ينمو فيها فطر الاسبرجيلاس في مقاتس ويعطينا الكاركترستيك للبلو جرين بيجمنتيشن زي ما انتم شايفين. لو في السبرادو اجار عند 27 درجه مئويه طلعت بلاك بيجمنتيشن، دي كمان كاركترستيك للاسبرجيلاس نيجر، كمان ممكن ترمو على البوتيتو دكستروز اجار. كمان ممكن تنمو هنا الاسبرجيلاس فليفس على الكورن ميل اجار عند 37 درجه مئويه وتعطينا يلو بيجمنتيشن. طيب الان ظهرت الكولونيز دي، احنا عاوزين نعمل دايركت اكزيمينيشن. كيف نعمل دايركت اكزيمينيشن لها؟ نعمل دايركت اكزيمينيشن بالاتي. نروح مثلا الان معنا اسبرجيلاس في مقاتس،
خدنا الكولوني من السيرفيس وصبغناها باللاكتوفينول كوتون بلوم، ممكن نصبغ بجيم ساستين، هيبقى لنا قضيه الفطر، واللي زي ما قلنا في معنى الهايفي وفي معنى الكوليدي فور وفي معنى الفيزيكال والفايلايدز والسبور اللي هي بتكون حامله محموله على الفايلايدز اللي هي زي ما قلنا شكلها زي الفلاسك. دي كاركترستيك للسبرجلس في مجعتس. طبعا دي كوليدي فور زي ما انتم شايفين، ودي الفيزيكال شكلها عمليه كونيكال، وكمان دي ما نسميها الكونيديا السبورز اللي هي فوق الفايلايدز. لو كان قضية الاسبريجيلاس نيجر، لما نروح ناخذ من الكولوني ونصبغها حنشوف الآتي، حنشوف طبعا الكونيدي فور الحامل، وحنشوف الفيزيكال وهنا شكلها شكل كروي، وبالتالي كمان البلاك كونيديا شكلها شكل أسود. بالنسبة للاسبريجيلاس فليفاس هنا اللاكتوفينول بلو، لما نصبغها ناخذ الكولوني ونصبغها، دي طبعا زي ما انتم شايفين الكوليدي فور، وكمان شكل الفيزيكلز والسبورز فوقها. دي واحده من شكل المين كاركترز للاسبرجلس فليفاس. الكونيديا طبعا على طول هنا طالعه من الفيزيكلز بعكس الاسبرجلس في مجاتس طالعه من الفايلايدز، هنا طالعه على طول من الفيزيكلز. طيب الآن تعالوا نشوف ممكن نعمل بالمولكولر تيست، ان احنا على طول طلعت من الكولوني، اروح امسك الكولوني واعمل اكستراكشن للدي ان اي واشوف عملية بالبي سي ار، واستخدم برايمرز سبيسيفيك لكل سبيشيز استطيع اني اعمل التشخيص. ممكن كمان نعمل انتيجينيك ديتكشن، فنروح نعمل ديتكشن للجلاكتو منن انتيجين اللي هو اللي موجود في السيل وول باي الإلايزا، وده مهم جدا ولو فائده في الايرلي دياجنوزس. ممكن كمان نعمل ديتكشن للبيتا جلايكان بالانتيجين باي الإلايزا، وده يوجوالي بيكون ممكن نستخدمها في الانفيزيف اسبرجلوزس. ممكن نستخدم كمان السكن تيست، السكن تيست هنا في الالرجيك اسبرجلوزس بنحقنها انترا ديلمر، وزي ما قلنا دي ناتجه عن تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، ونقيس التوتال اند السبيسيفيك اي جي جي اي جي اي للاسبرجلس. بالنسبه للتريتمنت الاسبرجلوزس كالاتي، الاكيد الانفيزيف لما يكون انفيزيف اسبرجلوزس بنستخدم كومباينيشن اللي هو الانفوتروسين بي والفلوسايتوزيم. بالنسبه لما يكون النيجر اللي بيعمل الساينوسايتس وبيعمل اوتايتس ميديا اللي ده بنستخدم له النستاتين هو الاشهر، طبعا ممكن نستخدم الكلوترايمازول لكن النستاتين هو الاشهر. بالنسبه للسبريدلوما هنا نقطه مهمه جدا، ما يمكنش اي علاج ينفع الا لو ما يعمل سيرجيكال ريموفنج لها للكافيتيز، لانه زي ما قلنا انه دي ما بتنموش الا اذا الكافيتيز موجوده، بعدها ممكن نستخدم العلاج اللي هو الاتراكونازول او الانفوتروسين بي، والاتراكونازول هو يفترض الدراج اوف تشويس. بالنسبه للالرجيك اسبرجلوزس بالتاكيد الاورال كورتيكوستيرويدز ده واحده من الاشياء اللي بتستخدم عشان الالرجيك. كنت معكم في موضوع الاسبرجلوزس او الاسبرجيلا سبيشيز، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.